بسم الله وعلى بركة الله تواتيد. أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء متابعونا الكرام أينما كنتم، انطلاقة موفقة، نتمنى التوفيق. هذا الشوط شوطنا أيضا مخصص للفئة الصعوب، شوطنا الأول للإبكار. نسير وياكم أيها السادة متابعون الكرام إلى المركز الأول، إلى المقدمة. هناك مع المركز الأول أيضا مهدية سالم بن حمد المالكي مع الصدارة هذا الشوط. المركز الثاني مهمة، علي بن سالم المالكي مع المركز الثاني. المركز الثالث الوصول من بنت والوال أحمد بن سالم الوهيبي على المركز الثالث. المركز الرابع القادم من جود حمد بن ناصر الوهيبي مع المركز الرابع. المركز الخامس القادمة في هذا الانطلاق بقيادة حمود بن محمد الحارثي أو حمود بن سعيد الحارثي، نعم، على المركز الرابع أو خامس المراكز. هذه نتيجتنا للأشواط الصعوب الأول، عودة بالصدارة إلى المركز الأول. التقدم مع مهدية سالم بن حمد المالكي، من يتقدم مع مهدية في هذا الانطلاق الجميل وفي هذا الانطلاق المثير. هذه مهدية على المركز الأول إلى الصدارة إلى المركز الأول. المركز الثاني هناك مع أيضا بنت والوال أحمد بن سالم الوهيبي على المركز الثاني. المركز الثالث نجود حمد بن ناصر الوهيبي، من يتقدم مع المركز الثالث. عودة إلى مهدية إلى الصدارة هذا الشوط. هذه مهدية ما زالت المقدمة هذا الشوط، باحثة على الانتصار الجميل، باحثة عن الانتصار الرائع والمميز. من يتقدم مع مهدية في المركز الأول، يا سلام يا سلام يا سلام، سالم بن حمد المالكي من يتقدم على المركز الأول باحثا على الانتصار الجميل وعن هذا الانطلاق المميز. الله الله الله. لكن القادم نجود مع المركز الثاني، نجود من يتواجد هناك حمد بن ناصر الوهيبي، لكن مهدية ما زالت صامدة حتى هذه اللحظات. منذ البداية انطلقت راس وتبي تنهي الشوط راس، الشوط الصعوب مع مهدية على المركز الأول. من ينطلق على صدارة هذا الشوط باحثة عن الناموس الجميل، يا سلام يا سلام. نجود القادمة لكن مهدية ما زالت في مقدمة هذا الشوط والأمتار الأخيرة. أيضا سالم بن حمد المالكي باحث عن الانتصار والناموس، تهانينا والناموس على هذا الأداء الجميل والأداء المميز. تهانينا. المركز الثاني كانت نجود ناصر بن حمد الوهيبي، المركز الثالث ايضا بشعار احمد بن سالم الوهيبي مع بنت والوال. دقيقتين 52 والتوقيت الزمني هذا الشوط. تهانينا والناموس.